هاي. حمورابي هو سادس ملوك بابل يلي حكم بين 1792 وال 1750 قبل الميلاد، فوحد المملكة. وكان حمورابي شخصية عسكرية عند القدرة الإدارية والتنظيمية والعسكرية. أصدر شريعة عرفت شهرة كبيرة وهي محفوظة اليوم بمتحف اللوفر بباريس، تعتبر من أقدم وأشمل القوانين بالعالم. تحتوي على 282 مادة بتعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واجبات الأفراد وحقوقهم بالمجتمع. كان يتم تعديل بعض القوانين وإضافة القواعد يلي بتطلبها المرحلة الجديدة للأمبراطورية. في صورة لحمورابي بمبنى الكابيتول وبالمحكمة العليا بالولايات المتحدة تكريماً لدوره بسن القوانين. مين قال إنه إحدى قوانين الشريعة كانت تقضي بإلغاء دين الشخص بحال فشل حصاد مزروعاته أو تأثره بالعاصفة أو شح المياه؟ أنا قال بشوفكم بكره.